نعم ماجد، هذا هو مقر انعقاد القمة، وهذه هي المنطقة التي اختارتها حكومة المملكة المتحدة لتكون مقرا لاستضافة هؤلاء الزعماء الذين يتوافدون منذ صباح هذا اليوم على مقر انعقاد القمة، وهم محاطون بأعداد كبيرة للغاية من رجال الأمن. المنطقة التي نحن فيها الآن هي المعروفة بالمنطقة الزرقاء، والتي باتت بالكامل تحت إدارة الأمم المتحدة، يتولى تأمينها رجال الأمن التابعون للأمم المتحدة، وليس للحكومة الإسكتلندية ولا للشرطة الإسكتلندية أي سلطة عليها. هنا أيضا وقف الكثير من المتظاهرين الذين يوجهون هتافات تنتقد قادة العالم وتشكك في نواياهم، ويقولون إنهم لا يعتزمون اتخاذ أي قرارات حقيقية ولا أي خطوات على الأرض لمكافحة التغير المناخي. وصل الزعماء بعضهم، والبعض الآخر يصل بعد قليل، نتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد نحو ساعة من الآن. أما القمة فستنطلق بعد نحو ساعتين تقريبا أو أكثر قليلا، والجلسة الافتتاحية ستنطلق بعد ساعتين تقريبا. ومن المنتظر في هذه الجلسة أن يوجه بوريس جونسون رسالة قوية للزعماء المشاركين، يركز فيها على 4 نقاط رئيسية: الفحم، السيارات، التمويل والأشجار. هذه هي النقاط الأربعة، وسيدعو لتخفيف استهلاك الفحم أو تخفيف الاعتماد على الفحم، تحويل السيارات من الوقود العادي إلى السيارات الكهربائية، زيادة التمويل لمكافحة التغير المناخي، وأخيرا زيادة عمليات التشجير التي ستكون لها الدور المهم والأساسي في مكافحة التغير المناخي. ربما تشاهدون خلفي هذه التظاهرات التي ينظمها النشطاء حاليا لمطالبة قادة العالم بأن يتركوا الشعارات والتعهدات الفارغة ويركزون على الخطوات الحقيقية التي يتعين القيام بها. ربما هذه مجموعة صغيرة من النشطاء آتوا الآن، ولكن نلاحظ توافد العديد منهم خلال هذا اليوم. بالطبع المنطقة المؤمنة خلف هؤلاء هي المنطقة التي تستضيف القمة، تخضع لتأمين شديد. الشرطة الإسكتلندية تؤمنها من الخارج، مدعومة برجال الجيش البريطاني وأعداد كبيرة من أجهزة الأمن في باقي أنحاء المملكة المتحدة. نشير هنا أيضا ماجد إلى أن هؤلاء النشطاء ربما يشككون ليس فقط في اتخاذ خطوات حقيقية، ولكنهم يشككون في نوايا الزعماء. يقولون أن هؤلاء الزعماء جاءوا فقط لمجرد العرض الإعلامي والمباهاة، ولا يعتزمون بالفعل القيام بخطوات حقيقية. بوريس جونسون سيركز في كلمته على هذا الموضوع، سيطالب الزعماء بترك الشعارات وترك التعهدات والانخراط في عمل حقيقي وخطوات حقيقية تكفل حماية التغير العالم من التغير المناخي. وربما كان هذا ما طلب به أيضا أليك شارما رئيس القمة، بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية، ولكنه في تصريح لسكاي نيوز قبل قليل قال إن القمة ستكون صعبة والمفاوضات ستكون صعبة للغاية. طيب أشرف، اليوم هنا خارطة لحضور القادة من حول العالم، الكثير يشكك في ربما يعني الدعم الموجود لمثل هذه القمم من قبل القادة، لكن في خارطة الحضور كيف قرأتها؟ من يغيب عن هذه القمة؟ من سيحضرها؟ من يشكل غيابه أيضا ضعفا لهذه القمة؟ نعم بالطبع الرئيس الأمريكي جو بايدن يشارك في هذه القمة، المستشارة الألمانية أنجلا ميركر، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالطبع بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يستضيف القمة، تستضيف بلاده القمة. الغائبون ربما أهمهم الرئيس الروسي والرئيس الصيني، وهذان البلدان ربما لهما دور مهم للغاية في التغير المناخي، وغيابهما ربما يكون مؤثرا على مدى فعالية القرارات التي ستصدر عن القمة. سمعنا قبل قليل عن اعتذار أو عدم مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورغم أنه كان مقررا أن يشارك في هذه القمة، ولكنه توجه مباشرة من روما حيث شارك في أعمال قمة 20،
إلى تركيا دون أن يمر بجلاسكو كما كان مقررا. وبعض الأنباء تحدثت عن ربما عدم استجابة حكومة المملكة المتحدة لمطالب فريقه الأمني، ولكن نشير إلى أن تركيا لها دور مهم أيضا في التغير المناخي، ولابد من وجودها لدعم المطلوب ودعم التغيرات المطلوبة. طيب أشكرك من جلاسكو مراسلنا أشرف سعد، شكرا جزيلا لك.